على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أستحسن في هذا المقام كذلك أبيات من الشعر لأبي نواس أوصى بها خيرا، يقول فيها: يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستسمح السيد رئيس الجلسة والحضور من بعده في أن أقرأ هذه الورقات، وليس لسبب إلا خشية أن ينسحب مني الوقت فأرتجل بعض عناصري فيضيع مني الوقت المنوح لي، وهي دائرة دقائق معدودة كما تعرفون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبعد. مداخلتي عنوانها النورسي العلم القرآني والعالم العامل، رسائل النور ومعاول الضيجور. تدور محاورها حول شخصية من أعظم الشخصيات خدمة للإسلام وللمسلمين في القرن العشرين، إنه الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي. حاولت ما واسعني جهد البحث إبراز بعض من مواقفه الجريئة الشجاعة التي حققت له حب الشعب التركي كله واحترام شعوب الإسلام له، ولمواقفه ولبطولاته من خلال جمعه بين العلم بالقرآن تفسيرا والعمل به وكتاباته الخالدة لرسائل النور، وتحديه لمنطق باطل الطواغيت وكسره لجبروت أتاتورك وزبانيته. ومع يقيني التام بأن الدقائق المعدودات التي ستمنح لهذه المداخلة وغيرها من المداخلات بأنها لن تفل الرجل مقدار جناح بعوضة من تاريخه وجهاده ودعوته، فإني أرجو أن تكون نبراس نور على طريق الشيخ النورسي في جهاده من أجل رقي الإنسانية وسعادتها في الدارين. لقد منح الشيخ النورسي جزءا هاما من حياته لكلام الله تعالى قارئا له وفاهما لأسراره وعاملا بصريح آياته، فكان مقابل ذلك أن منح القرآن الكريم الشيخ النورسي الخلود في الدارين، وحب الناس له. وما زال مقابل ذلك كله يسري ذكر النورسي في كامل الأمة التركية برمتها إلى الآن. وإذا كانت سنة الله في كونه تقضي أن يبعث بين كل فترة وأخرى من الزمن من يجدد للمسلمين أمر دينهم ويوقد فيهم دواعي الجهاد عن شريعة الله ودينه، فإن بديع الزمان هو المجدد الذي أكرم الله به المسلمين في تركيا إبان حكم أتاتورك، فقد كان رمز المقاومة الإسلامية لحكمه، وكان المحور الذي استقطب حوله ملايين الشباب المسلمين للصمود. ولقد مات أتاتورك وأتباع بديع الزمان يكثرون ويزيدون. لقد كان عصر النورسي الذي عاش فيه أو لقد كان العصر الذي عاش فيه النورسي يتسم بالقلق الحضاري والاضطراب السياسي والتفكك العام الذي بدأ ينخر جسم الدولة العثمانية بفاعل عوامل داخلية وخارجية متنوعة. ولقد قيض الله تعالى لتلك الأمة المسلمة صوتا شجاع، دك جدار الصمت وشق حجب الظلام معلنا في صوت مجلجل هادر: لا كفر ولا زندقة ولا ردة ولا إلحاد. وبالطبع لم تكن كلمة لا هذه تطلق فتدروها الرياح، بل كان لها دوي هائل تردد صداه في طول البلاد وعرضها، قام على أثره الملايين من الأتراك ليرددوا بلسان واحد وقلب واحد: لا، لن نرضى بالكفر، لن نقبل الردة والإلحاد. وما كان ذلك الصوت الذي أيقظ الأمة من سباتها وغفلتها سوى صوت الإمام بديع الزمان النورسي. لقد كان النورسي نفساني جبار من أول نظرة يدرك العلة، وعلى الفور ينصرف ذهنه إلى وصف العلاج هذه في ذلك القرآن، وهو يتميز عن الحكماء التقليديين بكونه لا يكفي قط بإحالة على مألوف المستحضرات الوعظية المتوازنة، ولكنه يجهز لكل حالة مرهمها ويستخلص لكل داء دواءه من صيدلة القرآن الكريم. ولقد أدرك النورسي بثاقب فكره أنه يريد عملا ممنهجا، يريد تنظيم جهود، يريد تعبئة منظمة، يريد استبشارا وتبشيرا لأنفسنا وللإنسان مما تجهم الزمن في وجهنا وكلحت طلعته واكفهرت ملامحه.
وأثبت التجربة هو بفضل الله عليه أن الإصلاح ليس جهاد جيل وانتهى الرحيل، وليس الإصلاح عنده إبطال موجود بل إيجاد مفقود، هو استصلاح وصلاح القلوب وتربيتها على المحبة للانتقام وشفاء الغلل. بدأ سعيد النورسي حياته بالزهد والتقشف وسلك سبيل الحكماء، وهذا السبيل الذي اختاره سعيد النورسي لنفسه منذ فجر شبابه يدل على أن نفسه وتفكيره كان منصرفين منذ صباه عما ينشغل به نفس كل إنسان في هذه السن، وعلى أن عمورا جليلة أخرى كانت تستأثر بفكره وفهمه. إننا إذا تمعنا في هذه التربية التي أخذ بها بديع الزمان النورسي نفسه وجدناها تشمل ثلاث جوانب: أولها تربية روحية، ثانيها تربية عقلية علمية، وثالثها تربية بدنية. وهذه الشمولية في التربية التي أخذ بها نفسه أهلته للدعوة إلى الله عز وجل عن جدارة، وجعلته صامدا في وجه الأحداث بكل قوة. أبدأ بالعنصر الأول أو ما صرحت عليه بعض الكتب وسماه واعتقد نفسه سعيد القديم، وعنوانها المرحلة الأولى من سعيد النورسي. بدأتها بألف مقولة غلادستون وأثرها في نفس النورسي، كتبت حولها: يحدثنا التاريخ أن وزير المستعمرات البريطاني غلادستون قد صرح في مجلس العموم البريطاني وهو يحمل نسخة من المصحف الشريف، كما ورد ذلك في بعض المداخلات. يقول هذا الوزير: طالما أن القرآن مع المسلمين فسيبقون في طريقنا، ولذلك يجب علينا أن نبعده عن حياتهم. لقد توصل الشيخ النورسي لهذه المقولة وأدرك الخطورة الكبيرة التي تنطوي تحتها، فعلنا لأصحابه في كلمة مدوية: أقسم بالله أنني سأكرس من نفسي للقرآن باذلا حياتي مهما كانت مكائد الوزير البريطاني القذرة، فسارع إلى اسطنبول من أجل تنفيذ مشروع بناء جامعة الزهرة في محاولة تنم عن ذكاء متقي من أجل التوفيق بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية. فقال: إن العلوم الكونية ضياء العقل، وإن العلوم الشرعية نور البصيرة، وبامتزاجها معا تنجلي الحقيقة، وبافتراقهما يظهر الخداع والنفاق في الأولى والتعصب في الثانية. لقد كان من أكبر مهام هذه الجامعة القيام بنشر حقائق وعلوم الإسلام ودعوة المسلمين للتقدم العلمي والاهتمام بترقية حياتهم المادية والمعنوية، ومهمتها كذلك أن تجمع تحت سقفها الطلبة الأتراك والعرب والأكراد والفرس، فتكون صلة بين العناصر المختلفة محققة البعد الإنساني للآية القرآنية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ب: إنشاؤه جمعية الاتحاد محمد، ومما يحقق مبدأ المبادرة في العمل في شخص النورسي رحمه الله مسارعته في إنشاء جمعية الاتحاد المحمدي كرد فعل على الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني من قبل منظمة الشبان الأتراك سنة 1908، التي سعت إلى تحويل تركيا والعالم الإسلامي إلى مجتمعات علمانية التفكر أو علمانية التفكير والمعتقد والتشريع والسلوك. فكان أن أوجد النورسي رحمه الله الاتحاد المحمدي كرد فعل على ذلك كله، حاملا شعار الوحدة والحرية والإصلاح، أهدافه ومناهجها وموادها لتتفق ومفاهيم الإسلام وشرائعه نسمع إليه يخاطب المسلمين في هذا الصدد: بني وطني، لا تسيء تفسير الحرية كي لا تذهب من أيديكم، لا تطلب العبودية العفنة في قوالب براقة من علقمها، إن الحرية لا تتحقق ولا تنمو إلا بتطبيق أحكام الشريعة ومراعاة أدابها. يا أولياء أمور، إن تطلبوا النصر والتوفيق وافقوا أموركم بمقتضيات سنة الله في الكون، وإلا فلن تحصدوا إلا الفشل والخذلان والخزي والعار. جيم: النورسي أو نورسي يواجه تحدي الشنق بإيمانه بالحياة الأبدية. أي شخص هذا الذي يذكره التاريخ للمسلمين؟ أي عظمة يمتلكها النورسي وهو يواجه الموت شنقا؟ لقد تحدى محاكمي حينما اتهموا بمعاداته للماسونية والعلمانية قائلا لهم: لو كان لي 1000 عمر فإني سأضحي بها بكل سرور في سبيل الإسلام، وأي شيء غريب عن الإسلام مرفوض بالنسبة لي، وأنا في الواقع أنتظر على البرزخ التي ستنقلني إلى الآخر. لقد كانت هذه الحكومة خاصم العقل، كلام دائم للشيخ نورسي، هذه الحكومة خاصم العقل أيام الاستبداد، والآن فإنها تعادي الحياة، وإذا كانت الحكومة هكذا فليعش الجنون وليعش الموت، وللظالمين فلتعش جهنم.
إنني أقول كما أنه لا يناسب الشيخ الوقور أن يلبس لباس الراقصين فكذلك لا يناسب اسطنبول أن تلبس أخلاق أوروبا. ديل أو دال عفوا زيارة الإمام النورسي إلى الشام كانت للنورسي وهو الداعي الجول الذي يقف على مكامن الداء في عقر داره جولة في بلاد الشام سنة 1911 فخاطب المسلمين في الجامع الأموي داعيا إياهم إلى اليقظة والنهوض والتمسك بالإسلام العظيم موضحا لهم سبب تخلفي معتقدا أن ذلك إنما يرجع إلى ستة أشياء أولها اليأس وقد بلغ فينا مبلغه الكلام دائما للشيخ نورسي ثانيا فقدان الصدق وعدم تحريه في حياتنا الاجتماعية والسياسية ثالثا العداوة والبغضاء رابعا تجاهل الروابط التي تربط المؤمنين ببعضهم خامسا الاستبداد المنتشر انتشار الأمراض السارية سادسا وأخيرا حصر العمل في خدمة المصالح الشخصية ها تحديه لإرهاب الأسر الروسي لقد شاءت الأقدى الإلهية أن يقع الشيخ النورسي في قبضة الاحتلال الروسي بعد أن احتلوا مدينة بتليس وذهبوا به إلى سيبيريا وهناك نجا من الإعدام بعدما رفض أن يقف إجلال القائد الروسي نيكولا فيج ولما سئل عن السبب أطلقها في غير تردد إنني عالم من علماء المسلمين إني أعتز بديني وتلك العزة تمنعني أن أقوم لأحد ولا أقوم لك ولما رأى صلابة في دينه هنأه واعتذر إليه واو مهاجمة النورسي لكمال أتاتورك لم يشعر النورسي رحم الله بحالة من الارتياح للمواقف التي تبناها كمال أتاتورك في عدائيته للإسلام وهو رئيس مجلس النواب التركي فأرسل خطابا مطولا للمجلس بأكمله يقول فيه الكلام للنورسي يا أعضاء البرلمان اذكروا اليوم الذي ستعرضون فيه على الله ملك يوم الدين فكان له أبلغ الأثر في نفوسهم وقد كان للنورسي جولات رهيبة في صراع الحق في صراع الحق مع الباطل في صراع الحق الباطل مع أتاتورك في الباطل بالنسبة لأتاتورك وقد زال ظلم أتاتورك إلى غير رجعه وبقي فكر النورسي مجلجلا مدويا يرفع لواء الإسلام إلى يومنا هذا انتهت الفترة الأولى بالنسبة لما سمي بسعيد القديم والآن مرحلة أخرى سميت بسعيد الجديد وعنوانها المرحلة الثانية من حيث نورسي تبدأ هذه المرحلة سنة 1926 وهي مرحلة دعوة النور أو مرحلة التربية والتكوين والانكباب كليا على نشر رسائل النور اختصرها في عنصر الأخير والذي هو أسرار القوة الروحية في رسائل النور إننا إذا شئنا أن نعرف سر خلود رسائل النور نتمعن بشكل دقيق قول أحد طلبة النور لندرك ذلك بقوله هذا الطالب نحن نختلف إلا أننا لا نفترق أبدا فالأخ الخارج عن صفنا مؤمن إلى أنه لا يتمكن في الوقت الحاضر من الأخذ بالعزائم التي افترضناها على أنفسنا فهو داخل في دائنا أيضا إن كل من يقرأ كلام الشيخ النورسي في مختلف الموضوعات التي أدرجها في رسائل النور سيدرك السر الذي كتب الخلود لها اقرأ من ذلك مثلا ما كتبه في حديث الغفلة يا نفسي أيتها السادرة في الغفلة يا من ترين هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلبين الدنيا وتنسين الآخرة هل تريدين هل تدرين بماذا تتشبهين إلى أن يقول يا نفسي إن أحبتك كلهم وعلى رأسهم وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن في الطرف الآخر من القبر فلم يبقى هنا إلا واحدا أو اثنان وهم أيضا متأهبون للرحيل انتهي سيد الرئيس مباشرة إلى الملخص رجاء نقطتين أو ثلاثة لو سمحت أولها أن أعظم مصور لشخصية النورسي هي الأكثر تأثيراً في حياته إنما كان القرآن الكريم ثانياً أن الشيخ النورسي عاش حياته كلها صاحب عقيدة صلبة قوية لا تلين لها قناة وكانت عقيدة الإسلام هي الملهم الذي أرشده وهيئه لكثير من المواقف التي خلدها التاريخ له وما زالت محل إعجاب وتقدير له شكراً سيدي الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.